السلام عليكم. يا مرحبا ابو غايل، حيهم علومكم عساكم طيبين. هذه فائدة على السريع للطير اللي ينقل. هذا في طير عندي ينقل، الطير ينقل شو اسوي معه؟ ركزوا يا اخوان، طير وصلني صار له كم يوم وقاعد ينقل، والحين قاعد اتعامل معاه بالطريقة هذه. بس خلوه ابيه ينزل، انا معطيه مجال ابيه ينزل. مسافة والله مو مبين حتى بالكاميرا، تصير كنا مو مبين. الطير دق القاع ومروح مع الهواء وعلى كيفه. طير قرناس الله يبارك فيه ويهديه ويصلحه. ايوه نزل 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 نزل، يا رب بس انه ما يوقف سناب عشان تشوفون شو مسوي انا. هذا الطريقة بعد الله، بعد الله تجي على الراحة على كيفك. ركز على كلامي، انا رابط فيه خيط. شوفوا ترى حتى لو النفاح ما يعني تبي تلحقه تبغى تلحقه الحين. شوفوا الخيط لازم ادوس الحين، بس الحين عاد اوقف التصوير انا بطالع. شوفون استهبل تاير، ركزوا يا رب انه دايسه. ايوه دايسه مضبوط من الله. ايوه حتى لو الناس سمعوا ركزوا ركزوا على الحركه هذه على الراحه، ما تجيه مسرع بسرعه بسرعه. الطير ماخذ موقف الحين على الراحه. ايوه شوفوا اوريني قاعد اعاونك، ركزوا. شوفوا حال راح وره انك قاعد تعاونه، مو قاعد تسحب من عنده العلف ولا شيء. الطير ماخذ موقف 100%، مو كلام، 100% ماخذ موقف من عندك. فهمت الطريقه هذه باذن الله تعوده شنو انك قاعد تساعده، ما قاعد تضره ولا قاعد تسحب من عنده العلف ولا شيء. شوف اسكب يا عمر، عمر عليك احنا بس لخصها بس هذا فيها ممكن فيها خطة. اي لا لا حبي لا 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 معك معك انا معك رب وفاجر. لا خالي انت احب الراس احسن بعد احسن لك على الراس. هذه باذن الله سلام عين ان شاء الله ان الطير يعدل الافضل. لا دس الخيط، لا تنزل لي بسرعه بسرعه على كيف. قلت لي قلت قبل شوي هذه باذن الله سلام عين. كم يوم راح الطير يعتاد انه لا جيته ما تضره ما تسحب على العلف، خلاص عرف انك قاعد تعاونه. هو يوم يا ربعنا يومين اقول لا ما ضبط، اقول لك كم يوم. بعضهم ياخذ فتره، ممكن ياخذ له 5 ايام 10 ايام 15 يوم على حسب. انت كل ما هذا عشان تعدل طيرك، مو تخربه ويضل على طول عمره. كل ما مسك الحمامة نقل أخذه معاك كيلو ونص كيلو، لا تسوي. طريقة بعد الله، بعد الله تضبط الطير ينقل. الله يوفقني ياكل جسد.